هل ثمة بسيط أمل في خروج العراق من النفق الطويل الذي وضعه فيه الغزو الأمريكي ومشروعه السياسي؟ وهل القوى السياسية الحالية قادرة على تقديم مشروع وطني للإنقاذ يكون محل توافق بين العراقيين جميعا؟ وما هو دور القوى الوطنية والشعبية المناهضة للاحتلال في إيقاف هذا الانحطاط والتدهور المستمر منذ 15 سنة؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة من برنامج طاولة حوار.